السلام عليكم. هادي رحنا في الطريق الجهويه دابا 701 اللي كانت هادي نيشان كتمشي لتولاد. هادو راه كيصلحوا في هاد الطرقان، هادو كيعاودوهم. شوفوا هاد، شوفوا هاد الخدمه. قدامي تعاودوا في هاد الطريق الوطنيه رقم 6. بارك الله. وين نصور لكم هادو؟ الساعة جا الكاميو مع جماعة نيشان. منين يدوز الكاميو؟ يدوز من الجهة الأخرى. كيفاش يدير الدورة ما نعرف. خصو يمشي مسهلاش باش يدور هاد الدورة، مسهلاش. زعما لقى منين يدوز وما داش، ما لقى منين يدوز. كلاكسون ها الخدمة هي هذه. جاب الدورة دار الخدمة في ديك الطريق، وهنا هنا عاد فينا. وهنايا ماشي، بغيت نصور لكم هاد الطريق. اليوم السبت، اليوم هو 11، ما عرفاش يحفروا هنا. يوم 11 في شهر 5. هادشي راه كان، هادشي ما زادوا فيه والو. دابا تيخدموا الطرف اللي مليه، وهادشي راه كان هكا من قبل. صابني انا واش زادوا شي حاجه؟ خصهم هاد الجناب اللي باقي خاصهم يصوبوا، هاد الجناب اللي راه هابطين بزاف. حرارة 22، هادي 11:26 دقيقة. غادي نمشيو مع الطريق الوطنية رقم 6، شوفوها كاملة حتى ال حتى الأتقى الدولة. نمشيو حتى الأتقى الدولة، لحقاش هاديك الجهة اللي باقا شوية معطلة، ماشي معطلة أو مؤخرة يعني، خلاوها هي التالية. أما الوقت القانوني باش هنا كاين عطلة، أما الوقت القانوني ما ظنيتش واش تسالى، يمكن مازال ما سالى الوقت اللي دايرين معاهم. هنا كاين طلعة وهبطة، يعني مازال يمكن يعاودو هاد الطريق، يمكن مازال يزيدو لها شي كوش. تيجيو الناس لهاد البلاصة على اليسار، تيجيبو وليداتهم. كي زوينة، كاين الطبيعة فنة تما، الربيع زربية دربيع. هادي الطريق الإقليمية 7023 اللي غدا على اليسار حتى كلية الحقوق، وغدا على اليمين حتى المدخل طريق السيار. هادي راه قربوا يساليوها. هادي حتى هي مزيانة، هادي حتى هي، هاد المقطع حتى هو مقاد مزيان. من مرجان لهيه هو اللي غنشوفو واشنو دارو فيه. من هنا هي فين كانت باقا قضية معطلة.
90 وخارج عاود قدامي ورا تلاحت في هاد سميتو هاد لي بوس هادو تلاحت لا هانتوما تشوفوا كي معمرين هاد البلاصة مزيان تيقدو دابا لي تخوطوار العبار ديال التروطوار فين جاو هادي الخدمة اخر ما كاين في الخدمة نتاع الطريق الوطنية رقم 6 على مستوى مكناس هدا وطيل الدالية على اليسار زينوا هاد البلاصة وسعوها كدا ان شاء الله غتولي فنة تكمل هادشي هذا هادو ما عرفاش غيديروا معاهم واش غادي يخليو لهم منين يدخلوا هنا جهه هاد الدروغري تاع الدالية ولا خاص الانسان يدير الرومبو تنظن غادي يدير الرومبو عاد يرجع يدير الرومبو عاد يرجع شوفوا كيحفروا هاد الشيء باش تيبنيو داك الشيء على الصح او ما هنا كذلك سيحفروا هاد الرومبو كهاد هاد البليصه التريطوار تيحفروها هاي تيحفروا هاد الشيء تيقدو تيعمروه تيدوزو دي كابل على اليسار كرطو هادشي مزيان قدامنا لي تروطوار على اليسار ما عرف شنو هادوك هادوك التيويات ما عرفاش غيدوزو فيهم والسلوكة ديال الضو ولا السلوكة ديال الاتصالات هادي مرجان سوبر مارشي هضروات هذا على اليسار كيندخلوا مع شارع محمد السادس باش كندخلوا للمكناس وهذه على اليمين طريقة غوراي هنا ما نمشيوش مع هنا نمشيو حتى الكارفور اونفا حتى اتقداو نمشيو حتى لحدا اتقداو باش نصوروا الجديد في هذا الشيء اللي زادوا في هذا الطريق مازال ما خدموش هذا المقطع هذا مازال ما قاسوه ما لا على اليمين ولا على اليسار هاد لابارتي هذه هي اللي باقا معطله هنايا هنا نسبيا راه مزيان باقي لهم هنا شويه الطروطوار ويعمروا بهذا ويزيدوا الكودرون مازال هنا خاص دوكوش انتم شفتوا هذا الرومبو على اليسار كبروه على مستوى لانسام هنا داروا مدخل زوين هنا لهذا الاناسي جوج داروا دخل زوينه بالتريونكل الا رديتوا السين تاع اللور غادي تشوفوا راه داروا المثلات دارو طريق كتدخل وطريق كتخرج دابا باقي خاص ديك الطريق خاصها مازال تقاد دولي ديك الطريق اللي كتدخل انا سي جوج اصلا ما فيها ما يتشاف خصهم هذه خاصها تعاود اذا هانتوما كتشوفوا هذا بيم على اليسار وفوريست بالاس هذا اتقدوا تيدكو الطريق على اليسار دكاكا باش غادي يصاوبو باساج بيتون هنا بداو لي باساج بيتون ها هو هنا قادو باساج بيتون يعني فوق التروطوار هاد الرومبوان باقي معطل هذا باقي مكملوه باقي فيه هاد الشوية هنا هنا باقي هذا غادي ندوزو على اناسي واحد
ونخرجوا في الرون بوين ديال حماده نشوفوا تما واش كملوا داك الرون بوين هو اللي كان باقي خاصهم في شارع فريد الانصاري. نشوفوا شنو سي واحد نخرجوا في الرون بوان ديال رياض الزيتون. مركز التنشيط الثقافي رحال من هنا يقدر يبان لينا مسجد فريد الأنصاري. بقى شويه على اليمين وهذا الرون بوين باقي ما صوبوش، هذا باقي ما كملوه، قادو ديك الجهه اللي من لهيه اللي هابطين معها السيارات، ولكن هاد الجهه اللي من هنا باقي ما قادوها. باقي شويه فيه هذا الرون بوين والشي الاخر تنظن راه مقاد الشي الاخر. غادي نهبطو مع شارع فريد الأنصاري، يعني غندورو على اليسار. هاد البلاصة كون حيدو منها الضو ودارو هيسي ديلو الباساج كنت قادات وما بقاش فيها هاد المشكل نتاع تضيع الوقت. ما عرفتش انا، يمكن تفهموا احسن مني الله اعلم. لا هاد الشيء بالمهندسين ربما كيشوفوا هذا، ولكن انا بعدا كمستعمل ديال الطريق تيبان لي بان هاد الشيء راه ماشي هو هذا. انتوما ناعسين عاد شحال هما ناعسين، يعني صحابني كاع الضو حمر ما عندهمش هما الضو خضر. حنا تفضوا دابا هما كلشي زايد وكلشي ناعس، زايدين ما شافوش. وصلنا لوسط الطريق وما مازال ما تحركوش، قلت انا ربما تقلب الضو، يعني ولاو فيه اربعه ديال الاضواء. شارع فريد الانصاري دابا كاين الناس اللي ما تيعرفوش يسوقوا، بحال دابا راه حنا اللي عندنا الحق ندوزو، ما كاينش هنا بانو ديال سيدي لو باساج، تيجي الواحد وتيوقف لهذاك اللي داخل، ما كاينش سيدي لو باساج.
قال سيء طيب. باش ما يكونش البانو تسيديرو باساج راه مولي من اللي خاصو يدوز. فاش يكون البانو تريونغل مقلوب فاش يكون فماشي هي رون بوان داير صافي كاين سيديرو باساج، لا البانو هو اللي تيقول لك واش تسيديرو باساج ولا لا. هذاك السيد ما فاهم والو تيقول لي راه داير. شارع فريد الأنصاري، بارك الله عليكم، السلام عليكم.